يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآيات قال عنها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وهي في مطلع سورة الحجرات، قال: كان في العرب سوء في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيب الناس، فأنزلت هذه السورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب، فإن الله سبحانه وتعالى أدب فيها أقواما فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ومدح أقواما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذه الصورة امتلأت بمعاني الأخلاق العالية ومكارم الطباع الجميلة في رعاية حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بقول ولا عمل، أي انتظروا حتى يتكلم رسول الله وتأدبوا في حضرته. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، ونقل المفسرون، أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما لما أتى وفد بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله، أنبر عليهم القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أنبر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال له عمر: ما أردت خلافك. وعلت أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتكلموا حتى يتكلم رسول الله، ولا تحكموا حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا كان أحبتي الكرام هذا الخطاب الذي فيه أدب عال وراق وجه إلى سادات الأمة بعد رسول الله، وجه إلى أبي بكر وهو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا أدهان، ووجه إلى عمر رضي الله عنه وهو الفاروق الذي فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإسلام. هؤلاء سادات الأمة وأعلى عباد الله الصالحين وخيرة خلق الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يوجه إليهم الخطاب: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. يوجه إليهم الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهم عليهم الرضوان وعليهم السكينة والرحمة، ها
هؤلاء التزموا، قال راوي الحديث. فكان بعد ذلك عمر رضي الله عنه لا يسمع صوته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يستفهمه. لحد ما يقول لو قلت شنو يا عمر سمعني. أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو بكر لا أخاطبك يا رسول الله إلا كأخي السرائر، يعني مناجات بصوت مؤدب. ولذلك مدحهم الله تعالى في الآية التي بعدها، قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أما هؤلاء فقضوا نحبهم، أما هؤلاء فالتحقوا برسول الله وهم رفيقاه في دار الدنيا ورفيقاه عند مرقده صلى الله عليه وسلم وهما رفيقاه في الجنة. ولكن يبقى أي حظ نلناه نحن من هذا الأدب. القضية ليست في الصحابة الذين نزل فيهم الكلام، فهؤلاء التزموا وتأدبوا وهم أهل للأدب وأهل للتوقير وأهل للاحترام. أما نحن فأين نحن من هذا الخطاب؟ لا تقدموا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أين نحن من هذا؟ لا تشرع في الدين إلا ما جاء عن الرسول، لا تبتدع في الدين إلا ما سن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعجبا لمن يدعي محبته، وعجبا لمن يدعي متابعته، وعجبا لمن يدعي أنهم من أوليائه وأحبابه وهم يبتدعون في دينه ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، يحتفلون برسول الله بما حرم رسول الله من الاختلاط والفواحش والمعازف والأذكار المبتدعة بل والعقائد الخربة التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهى الأمة عنها. أيحتفل برسول الله بهذه الصورة؟ هذا إنجاز الاحتفال به في يوم محدد. ولذلك عباد الله علينا أن نلتزم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتفل إلا إذا أذن لنا، ولا نذكر بذكر إلا إذا جاء في سنته، ولا نتعبد بعبادة إلا إذا صحد عنه صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا تنادوه بمحمد حافا كما ينادي بعضكم بعضا، إنما قولوا رسول الله، قولوا نبي الله، قولوا خليل الله، لا تنادوه باسمه حافا عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن متابعته وحسن الأدب معه صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من لم يلتزم بما جاء في القرآن من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبد بسنته فاته فوز الدنيا وفلاح الآخرة، لما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم بمعنى أنا أتقدمكم، يمشي قدام الناس إلى الحوض. قال شارح الطحاوية: وحوضه عليه الصلاة والسلام
طوله وعرضه سواء، مسيرة شهر في طوله ومسيرة شهر في عرضه، كلما شرب منه اتسع. ماءه أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأبيض من اللبن. من شرب منه لا يظمأ بعدها. يرده النبي صلى الله عليه وسلم، حوضه يصب من ميزاب من نهر الكوثر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتأتي أمته، قال: وأعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: فأقول أمتي أمتي. تأمل أيها المسلم هذا المشهد، رسول الله ينادي وحوضه صلى الله عليه وسلم من ألذ الشراب ومن أمتع ما يشرب ويرتوى منه، والمسلمون يتوافدون. قال: وليزادن أقوام، في ناس بيرجعوه، وليزادن أقوام، فأقول أمتي أمتي. تقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. انتبه أيها المسلم، لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا، سحقا لمن بدل. لا تبدل سنة رسول الله. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم. الكلام ده كلام النبي يا أخوان، هذا مو كلام جماعات ولا كلام شيوخ، هذا كلام رسول الله. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني تقود إلى النار. ولهذا قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال المفسرون: نزلت في قيس بن ثابت بن شماس رضي الله عنه، أبو محمد صحابي جليل من الأنصار، كان خطيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت الوفود، إن كان معهم شاعر تكلم شاعر الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول: قم يا حسان فهجهم وهاجهم. وإذا تكلم خطيب القوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا ثابت ابن قيس. قال: فجاء كما نقل ابن الجوزي في زاد المسير، فجاء وفد بني تميم فنادوا رسول الله من وراء الحجرات في قلة حياء وسوء أدب، نادوه من وراء الحجرات: اخرج إلينا يا محمد، هات خطيبك ليتكلم، وهات شاعرك ليشعر. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم خطيبهم فرد عليه حسان، فتكلم شاعرهم فرد عليه حسان، وتكلم خطيبهم فرد عليه ثابت بن قيس، فقال الأقرع بن حابس: خطيبهم خير من خطيبنا، وشاعرهم خير من شاعرنا. ثم أقبل إلى النبي فأسلم عليه الصلاة والسلام. كان ثابت ابن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وكان جهوري الصوت، صوت عالي. قال رواة الحديث:
فمكث ثابت في بيته يبكي. اعتزل الناس واعتزل مجالس رسول الله ومكث في بيته يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم على عادته أنه يتفقد أصحابه، فأرسل إليه، فلما رجع الرسول قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثابت مكث في بيته يبكي، لماذا؟ قال: يا رسول الله، نزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وإني لجهوري الصوت، وخشيت أن أرفع صوتي عندك فيحبط عملي، فمكثت في بيتي أبكي. قال يا ثابت: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتكون من أهل الجنة؟ فثابت رضي الله عنه عاش حميدا في حياته، سعيدا في حياته، ومات شهيدا يوم اليمامة. بل مما أكرم به ثابت رضي الله عنه أنه كان يتلو القرآن بالليل، سورة الكهف كان يتلوها بالليل، فيرى في بيته أمثال المصابيح، الملائكة تنزل لتسمع قراءة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. لما مات ثابت شهيدا كانت عليه درع زي القميص يحمل الإنسان من السهام، كانت عليه درع، فجاء رجل فأخذ درعه وخبأها قرب فرس له، شال الدرع وميت، شال الدرع وخبأه جنب الفرس. قال: فرأى رجل من المسلمين ثابت بن قيس في المنام، وقال له ثابت: إن درعي عند فلان في المكان الفلاني قرب الفرس وعليها برمة مغطية بها، في المكان الفلاني قرب الفرس. قال: اذهب فخذها، ثم امضي إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه وصيته. قال: قل له: انفذ وصيتي. فرجع الرجل إلى خالد بن الوليد فأخبره بما رأى من قصة ثابت، فذهب إلى مكان الدرع فوجدوها في نفس المكان في تلك البرمة، فرجعوا إلى خليفة رسول الله أبي بكر الصديق وقالوا له: رأينا ثابت وقد قال وقال وقال. فأنفذ أبو بكر وصيته. قال العلماء منهم القرطبي والحاكم وغيرهم: لم يعرف أن أحدا في التاريخ أنفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس بن شماس من المبشرين بالجنة، وأعطاه الله ما أعطاه لأدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام وإيمانه وجهاده في سبيل الله. ولذلك أحبتي الكرام، ليس لنا سعادة في الدنيا إلا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وليس للأمة رفعة إلا بالرجوع إلى هديه، إلى تلك المنابع الصافية، نتعلم منها ونتأدب ونعرف حقيقة دين النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي به، ونترك ما نرى من البدع وما نرى من الخرافات وما نرى من التغيير. كل يوم جديد بدعة جديدة، كل يوم جديد طريقة في الدين جديدة. إلى متى؟ إلى متى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك السلف رضي الله عنهم، عمر بن عبد العزيز الذي ساد الدنيا وحكم ما حكم وقهر قياصرة الأرض وأذل المشركين وأعداء الله، عمر بن عبد العزيز قال: لولا أني كل يوم أحيي سنة وأميت بدعة ما أحببت أن أبقى فيكم فواق ناقة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه:
فأسأل الله تعالى أن يردنا إلى هديه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم كلنا في كل الأمور، اخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا وأهلنا جميعا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وقوم إلى الصلاة.